السلام عليكم. مقتل المهندسة لبنى منصور. تصدر الخبر تويتر وتصدر الخبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا في الامارات، وبعد كده انتقل الخبر للدول العربية كلها. لبنى منصور 28 سنة، المهندسة اللي شغالة في اكبر الشركات اللي في الامارات الخاصة بالبترول، بنت فلسطين معاها الجنسية الاردنية وعايشة في الامارات ومتجوزة من نفس الشركة او من نفس المكان اللي هي عايشة فيه الامارات. لقوها مقتولة، متسدد لها اكتر من 16 طعنة جوه عربيتها اللي لقوها في احد الشواطئ المتطرفة او البعيدة في الشرق. الموضوع بيرجع كالتالي: خلافات زوجية ما بين رحمة الله عليها لبنى منصور او المهندسة لبنى منصور وجوزها، اللي لغاية دلوقتي الهوية بتاعته غير محددة، ما نعرفش اسمه لغاية دلوقتي ايه. المهم، الشرطة جابت الموضوع في ساعات قليلة، عرفت الخلافات الزوجية اللي ما بين الخيانة الزوجية وما بين الخلافات الزوجية، ولكن الامر كله قررت المهندسة لبنى ان هي تنفصل عن زوجها، وقررت ان هي ترفع عليه عدة قواضي علشان تخليه يبعد عنها. الامر اللي خده على كرامته، والامر اللي وجب عليه ان هو كان لازم يقتلها علشان يحفظ كرامته قدام الناس كلها. المهندسة لبنى منصور، الشابة الجميلة الصغيرة المتفوقة دراسيا من وهي صغيرة، بنت محافظة نابلس او نابلس في فلسطين، اللي راحت الامارات بعدها واشتغلت وتفوقت على العديد كمان من المهندسين في شركة البترول. لقوها مقتولة، والتسديد بتاعها كان 16 طعنة. كاميرات المراقبة في الامارات منتشرة بطريقة رهيبة، مش عارفين نقول شكلها ايه، ولكن كل متر ومتر في كاميرا مراقبة. كاميرات المراقبة جابت الموضوع كله، كانت موجودة في العربية بتاعتها وقاعدة في العربية، ودخل عليها جوزها اللي ضربها 16 طعنة، وبعدها اخذ العربية وطلع على احد الشواطئ الموجودة وحطها وسابها ورماها. كاميرات المراقبة جابت الموضوع من اوله لاخره، والشرطة الإماراتية في خلال ساعات قليلة كانت حل لغز الموضوع لاختفاء ومقتل المهندسة لبنى منصور رحمة الله عليها. كانت رافضة العيشة مع جوزها بسبب وجود الطلاسم والألغاز اللي في دماغه، اللي دايما كانت بتقول كلمة الخيانة الزوجية أو الخلافات الزوجية. الشرطة الإماراتية بتؤكد حسن سير وسلوك رحمة الله عليها المجني عليها، وبتؤكد ان كل اصحابها واصدقائها وجيرانها كانوا بيأكدوا ان هي شابة محترمة وملتزمة وجميلة والكل بيحبها، ولكن الغيرة والانتقام والحقد هو اللي خلى الموضوع ده سبب رئيسي في مقتلها. زوجها اللي لغاية دلوقت ممكن يكون عنده هوية اماراتية او معاه البطاقة الاماراتية، علشان كده اسمه لغاية دلوقتي لسه ما جاش، ولكن الشرطة الاماراتية اكدت شيء معين، ألا وهو إن حق لبنى منصور هيرجع في خلال وقت قريب جدا. وكل الناس اللي رفعت هاشتاج بيقول عايزين حق لبنى منصور أو المهندسة لبنى منصور، عايزين حقها يرجع. الشرطة الإماراتية والقضاء الإماراتي أكد إن حقها والموضوع بتاعها هيخلص، وإن حقها هيرجع، وإن شاء الله هيبقى متصدر للإعلام كله، وهيطلع القضاء والشرطة الإماراتية ويقولوا الكلام ده كله في بيان معين. رحمة الله عليها، كل اللي احنا عرفناه من أهلها إن هي كانت الخلافات الزوجية ما بينها وما بين جوزها أدت لمقتلها، علشان كده قرر جوزها اللي رصدته كل الكاميرات المراقبة من أول ما راح لها عند عربيتها لغاية لما وداها وسابها في عربيتها مطعونة أكتر من 16 طعنة، وبعدها على طول هرب. كل الكلام ده كله جايباه كاميرات المراقبة. الشعب الإماراتي مش متعود على الجرائم اللي زي كده، علشان كده كان في حالة من النفور وحالة من الغضب بسبب الموضوع ده. الحرية في الإمارات معروفة، والأفكار معروفة، والدماغات معروفة، علشان كده الشعب الإماراتي كله حزين على مقتل السيدة لبنى منصور أو المهندسة لبنى منصور، وكل الشعب الإماراتي بيطالب إن لبنى منصور يرجع حقها في أقرب وقت. كتير من منظمات حقوق الإنسان
بتتكلم على الموضوع ده، وبتتكلم برضو على العنف الأسري اللي بيحصل في كل البيوت العربية وخصوصا في الإمارات في الفترة الأخيرة. علشان كده الاستهجان والنفور كان مليان على تويتر، وكان باين جدا على تويتر وعلى الانستجرام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بسبب مقتل لبنى منصور. أعتقد أن الموضوع في خلال ساعات قليلة هيطلع ليه بيان كامل بسبب الموضوع ده، والناس كلها برضو بسبب الرأي العام اللي هم عملوه في الفترة الأخيرة أعتقد أن حق لبنى منصور هيرجع في الفترة اللي جاية وبسرعة كبيرة جدا. رحمة الله على المهندسة لبنى منصور صاحبة 28 سنة، المهندسة اللي كانت شغالة ومتفوقة ومحبوبة من الجميع، أهلها بيعشقوها، وأهلها لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مش مصدقين اللي حصل. كل اللي كانوا بيقولوا كلمة واحدة، يا ريتها كانت انفصلت على جوزها وما كناش رضينا من الأول على جوزها اللي اتجوزها. للأسف الأهل ساعات بيخطئوا في اختيار الزوج بالنسبة لبنته، وعلشان كده اللوم كان على الأهل بالنسبة لهم كبير في حاجة زي كده، بالرغم ان الفتاة هي اللي وافقت على الجواز، ولكن الأهل هم اللي أكدوا الموضوع 100%. وجود الخلافات اللي بيأكدوها الأهل كانت كتيرة جدا ما بين الزوجين، حتى زي ما بنقول لكم وصل ان هو بيفكر فيها ان الغيرة أصبحت مش غيرة فقط لا غير، ده شك. علشان كده بعض الصحف العربية كاتبة ما بين الخيانة وما بين الخلافات الزوجية، ولكن احنا بنؤكد لكم حاجة معينة، ألا وهي ان الست دي او المهندسة دي رحمة الله عليها أخلاقها 100%، كل الناس بيشهدوا بيها، كل الأهل بيشهدوا بيها، حتى أقل عامل في الشركة اللي شغالة فيها زعلان وحزين عليها، ده أكبر دليل إن سمعتها وسيرتها طيبة وحسنة. علشان كده أي حد بيقتل مراته دايما بيحط الموضوع على شماعة معينة، ألا وهي شماعة الخيانة الزوجية، ولكن احنا بنؤكد لكم للمرة الأخيرة رحمة الله عليها المهندسة لبنى منصور شخصية من الشخصيات المحبوبة في الإمارات، اللي سابت فلسطين وسابت الأردن جنسيتها وراحت عاشت في بلد الحرية وبلد الجمال والبلد المثقفة الإمارات، والناس كلها كانوا بيحبوها وبيعشقوها. رحمة الله على لبنى منصور، رحمة الله على كل فتاة اتغرر بيها بالمنظر ده، وخصوصا في الفترة الأخيرة اللي احنا كل يوم والتاني عمالين نسمع على جرائم قتل لأزواج لزوجاتهم بسبب رفضهم ليهم، يعني كل واحد مراته مش عايزاه يروح قتلها. الموضوع كتر وبغزارة، لازم يتقنن المواضيع دي ولازم تتحط لها حدود معينة علشان الناس المرضى اللي بتفكر في حاجات زي كده توقف الموضوع. رحمة الله عليها، بنبلغها عزانا من مصر وبنبلغها عزانا من كل فرد لأهلها. رحمة الله عليها، سلام عليكم.